إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. طبعا ما خلصنا من بلد حرارة الجير، الآن راح نفك الشبك أو الصدام وراح نعدل على الشتر بدون البرمجة إن شاء الله. راح نفك البطانة العلوية هذه عن طريق الكليبسات. كل الكليبسات اللي هنا تم فك البطانة العلوية. الآن راح نفك المسامير الصغيرة هذه اللي هنا عندي حق البطانة، وعندي برضو مسامير جانبية في البطانة. فكينا الصدام، عندي هنا مسمارين وعندي هنا مسمار، الباقي عندي هنا كليبسات. نفس الشيء هنا ينطبق مسمار ومسمارين. الآن عندي الشبك هنا الأمامي، راح نفك المسمار اللي هنا، المسمار اللي هنا فكيناه، المسمار اللي هنا، وفكينا المسامير اللي هنا 10 كلها. فكينا الشبك زي ما تشوفوا الآن، الشبك اللي هو كلبسه هنا كلبسه هنا، ونفس الشيء برضه هناك. المسامير اللي فكيناها من الشتر الجانبية أو السفلية، وهذا عندي الآن الشتر، هذا عندي الآن الشتر. راح الآن نشيل المساطر أغلبها، وراح أخلي بس واحد اللي في الكنترول هنا، واحد هنا برضه في الكنترول اللي هنا، ونخلي واحد في الزاوية اللي فوق وواحد في الزاوية أسفل. البقية راح نشيلها. طبعا الشتر نشوف كيف ينفك. عندي مسامير هنا علوية، عندي هنا مسامير جانبية، عندي هنا مسامير جانبية. قسم بالله تنظيم أو نظام معقد. عشان تفك الشتر تفك الصدام، عشان تفك الصدام تفك برضو معاها الشمعات عشان تفك الشتر. برضو هنا في مسمار للشتر، وهنا مسمار للشمعة، وهنا مسمار للشمعة، وهنا مسمار للشمعة. هذه هنا يعني مسمارين للشمعة من غير مسامير الشتر. كلبس واحد للشتر هنا أعتقد، أو هنا هنا هذا واحد، وهذا هنا واحد. أنا عندي الشتر هنا متحرر، أنا عندي الشتر متحرر. فكينا الكلبسات السفلية. هذا عندي ظفير حق الشتر، هذا حق الكنترول الشتر، وهذا عندي حق حساس الحرارة، حساس الحرارة الخارجية. وهذا عندي الشتر الآن من الأمام، وهذا الكنترول، وهذا عندي الشتر من الخلف. راح أخلي واحد هنا، واحد هنا، واحد هنا، واحد هنا، واللي في الكنترول هذا اللي في الكنترول. البقية راح كلها الآن أشيلها. وهذا عندي الشتر الآن بعد التعديل النهائي، يقفل اللي يفتح بكيف الآن، يصير التهوية بشكل كامل. الآن راح نطبق. انتهينا من كليبسات الشتر، مسامير جانبية، مسامير العلوية مع الكليبسات. الآن راح نركب الأنوار. ركبنا مسمار الشمعة علوي جانبي، نفس الشيء العلوي سفلي جانبي. الآن راح إن شاء الله نركب الشبك. خلصنا من الشبك، مسمار 10 اللي هنا، مسمار 10 عفوا اللي هنا، أنا راح أركب الصدام
او حتركب البطانه العلويه يصير كل شغل اسفل. جميع الكليبسات ركبناها. ركبنا الكليبس، ركبنا المسامير الجانبية رقم 5 أو 5.5، ركبنا برضه المسامير الداخلية 2 في الجنب و1 في الأمام. تم تركيب البطانة. تم تركيب المسامير. ما شاء الله تبارك الله من فوق لين اسفل. الان هذه كل المنطقة مفتوحة، سواء تسكر او يقفل مع نفسه. الان التهوية كلها هذه مفتوحة. الان ما شاء الله تبارك الله برضو لمة الماكينة ما ولعت، بخصوص التعديل على الشتر، لانه خلينا كل نظام الشتر نظامي، اللهم بس سرقنا بعض المساطر وصار الكنترول شغال وكل شيء شغال، اللهم بس فقط شلينا بعض المساطر، يعني عدلنا على الشتر بدون برمجة وصار كسبنا التهوية وكسبنا، ما ألغينا البرمجة وكل نظام شغال طبيعي. هذا، صلى الله وسلم على سيدنا محمد.